في سياق النشاط اللافت الذي تشهده منطقة علي للنهوض بالمؤسسات الحيوية والإنمائية تلبية لحاجات أهالي المنطقة في أكثر من مجال، تشهد مستشفى الإيمان في مدينة علي رحلة تطوير وتوسيع وتحديث واعدة ترافقت مع نجاح المساعي لضخ دم جديد في جمعية الإيمان الخيرية، ومع جهود حثيثة لمواكبة أعمال التوسيع باستقطاب كادر إداري وطبي حديث يرتقي بالمستوى إلى حجم الخدمات الصحية المطلوبة. مشكورين كل اللي اشتغلوا بالماضي، كل اللي قدموا، كل اللي سهروا، كل اللي اشتغلوا على كل المستويات، بس مثل ما قلت العلم عم بيسبقنا والتطور عم بيسبقنا، فنحن بحاجة إلى حركة سريعة حتى نواكب تطور الصحي. الفكرة كانت هي تطوير المستشفى، توسيعه وتحديثه وعلى كل المستويات، وفعلا خيرين كتار حطوا ايدهم بالموضوع وصار في بنا مقبول، بنا بحاجة لاستكمال. انه من 1600 متر مربع نحن نبني 3400 زيادة عن 1600 مش بسيطة، صار في غرف كتير زيادة، صار في قسم خاص للولادة، قسم كبير مش غرفة عمليات للولادة، قسم في غرفتين عمليات للقسم هذا، وصار في مركز الطوارئ الحديث، وفي المركز العناية الفائق، هاو إلا رح يتخلصوا بهالثلاث أشهر هلق. في هذا السياق استضافت جمعية الإيمان الخيرية مؤخرا اجتماعا لعدد من فعاليات مدينة علي، تبرعت خلاله جمعية تجار علي بمبلغ من المال لدعم المستشفى، وأعلن خلاله رئيس بلدية علي وجدي مراد عن مساعدة نقدية بقيمة 50,000 دولار من السيدة منى رياض الريس، وكانت كلمات شددت على التعاون لإعادة النهوض بالمستشفى الذي قدم في مراحل سابقة من تاريخ المدينة خدمات أكثر من ممتازة. ونحن بحاجة لمستشفى تكون تحمل هالمنطقة اللي بتتألف من كتير اشياء مهمة بالسياحة بالصناعة، يعني بحاجة لهالموضوع. اجت الفكرة، عملنا السنة هيدي معرض بعلي، معرض صناعي تجاري سياحي، وعملنا عشاء كمان لدعم المستشفى، قدرنا نأمن مبنى مبلغ بقيمة 50 مليون ليرة هلأ رح ندفعها، وان شاء الله انه نعمل مشروع تاني ونقدم اكتر اذا قدرنا. بدعم الخيرين وهم كثر وبتضافر جهود الغيارة على منطقة علي وأهلها من الحزب التقدمي الاشتراكي وجمعية الإيمان لطائفة الموحدين دروز وبلدية علي وجمعية تجار علي ومؤسسة الفرح ومعوض وغيرها، انطلقت رحلة الألف ميل لتطوير مستشفى الإيمان وجعلها صرحا طبيا رائدا يمد أهالي المنطقة بالخدمة الصحية التي يستحقونها.